السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم من تلفزيون جمهورية جيبوتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. وزارة الداخلية بتعاون مع منظمة الهجرة ينظمان اجتماعا حول تدفق الهجرة في القرن الافريقي، ودوليا اشتباكات بين جماعات مسلحة في افريقيا الوسطى. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها تبدأها لكم الزميلة عو عبدي. أهلا بكم. ترأس معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف الدورة العادية 148 لمجلس وزراء الخارجية دول أعضاء في جامعة الدول العربية، والتي عقدت في 2 سبتمبر 2017 في القاهرة عاصمة المصرية. وكان جدول أعمال هذه الدورة يتألف حول من 30 بندا يركز أساسا على العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى الاجتماعية. وفي هذا الصدد ناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري قضايا تتعلق بآخر التطورات في الوضع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق والقضية الفلسطينية ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر، فضلا عن الحل السلمي للنزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا ودعم اللاجئين في البلدان العربية. وفي كلمته استعرض رئيس دبلوماسية جيبوتي السيد محمود علي يوسف مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وفي شأن المحلي، نظمت وزارة الداخلية بتعاون مع منظمة الهجرة العالمية اجتماعا مهما حول تدفق المهاجرين خاصة في القرن الافريقي، وذلك في فندق شيراتون. ويهدف الاجتماع الى وضع خطة لتقييم الميزانية المحولة للهجرة في هذه المنطقة، والتي تعد جمهورية جيبوتي من دول التي تأوي الآلاف من المهاجرين وتقدم الدعم اللازم من المساعدات والإيواء، حيث يوجد مخيمات للاجئين في كل من منطقة أبوق وهلهل وعلي سبيح، خاصة لاجئين الفارين من الصراعات الداخلية في بلدانهم. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية تبنى قانون إيواء اللاجئين وإدماجها في مجال التعليمي حتى يستفيد أطفال اللاجئين من البرامج التعليمية المختلفة. وفي مداخلة لوزير الداخلية أشار فيها إلى أن الهجرة الغير الشرعية من الظواهر التي لها أثر سلبي على جميع الدول العالم وتعتبر إشكالية ولديها عواقب مختلفة جراء انتقال المهاجرين من الدول الأخرى. وفي عام 2015 ارتفع عدد المهاجرين الغير الشرعيين إلى أرقام قياسية، ورغم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة ليست فعالة. رغم ذلك فإن المنظمات الدولية وضعت كافة التدابير والإجراءات لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وجيبوتي منذ نيلها الاستقلال فتحت أبوابها أمام عدد من المهاجرين القادمين من الدول الجوار بمساحتها التي تقدر 25,000 متر مربع وعدد سكانها 900,000 بواقع استراتيجية، فإن لها دور فعال وكبير في المنطقة القرن الإفريقي. قام وزير الصحة الدكتور جامع علمي عكي برفقته وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية تمتد من 11 إلى 13 من الشهر الجاري. هذا ولدى وصوله وزير الصحة والوفد المرافق له وبرفقته سفير جيبوتي في المغرب السيد إبراهيم بلاد دعالي، الذي وصلهم إلى المملكة المغربية واستقبل من قبل ولدى وصولهم إلى المملكة المغربية استقبلوا من قبل وزير الصحة المغربية البروفيسور حسيني الوردي. وتسجل هذه الزيارة التي تستمر 3 أيام في إطار العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى الأمام، ولا سيما في مجال الصحة. ويتكون الوفد الوزاري الجيبوتي من مدير صندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حسن روبلي وكوادر رفيعة المستوى من دائرته ووزارة الصحة.
هذا، وعقد الوزيرين اجتماعا مهما تطرقا حول سبل الوسائل تعزيز التعاون القائم بين الوزارتين في مجال الصحة، كما تناول الوزيرين حول تبادل الخبرات والكفاءات الطبية والأدوية والنظام الصحي في المستقبل القريب. وفي الختام قدم وزير الصحة الدكتور عكية شكره وامتنانه لنظيره المغربي لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به خلال زيارته. قام وفد جيبوتي بقيادة وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونس علي قيدي وبرفقة مدير شركة جيبوتي للكهرباء السيد جامع علي قيلي ومدير مكتب تنمية الطاقة الجوفية السيد قياد موسى أحمد بزيارة إلى مدينة فلورنس الإيطالية في 11 حتى 12 من ديسمبر، وذلك للمشاركة اجتماع رفيع المستوى نظمتها التحالف الدولي للطاقة. وكان هذا الاجتماع بعنوان طريقة والوسائل العمل معا حول تعزيز الطاقة الجوفية وتنميتها حتى تكون الطاقة المستقبلية. وشارك في هذا الاجتماع أكثر من 200 شخصية من 70 دولة ومن قطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية. والهدف في الاجتماع كان تعزيز الفرص المتاحة لاستغلال الأمثل للطاقة. وقرر المشاركون في هذا الاجتماع تبني بيان فلورنسا وتمويل الانتاج الكهربائي الذي يقدر إذن تكلفة التدفئة والتكييف ويتم استخراجها من الطاقة الجوفية. استقبل وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهدون صباح اليوم الأربعاء في مكتبه وزير الدولة الدفاع الياباني السيد توموهو، وجرت هذه المناسبة بحضور سفير الياباني المعتمد في جيبوتي وعدد من القادة العسكريين المتمركزين في بلادنا، إضافة إلى الجنرال حسن علي كامل. وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال التعاون العسكري وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين. سلم بنك شرق افريقيا هذا الصباح شيك بقيمة 60 مليون فرنك جيبوتي لصالح مؤسسة ايوجي للسكن. هذا وتهدف مؤسسة ايوجي للسكن للحصول الاسر البسيطة والاكثر احتياجا على سكن ملائم. وقد اقيم الحفل تسليم الشيك في مقر مؤسسة الاسكان بحضور عدد كبير من المسؤولين وبخاصة أمين الرئاسة السيد محمد عبد الله وعيس، والمدير العام لهذه المؤسسة السيد محمود علي عثمان، والمدير العام لبنك شرق إفريقيا السيد إبراهيم رشيد جعفر. هذا وقدم المدير العام للمؤسسة المذكورة شكره لبنك شرق إفريقيا على مساهمتهم، وأشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تلبية احتياجات أكثر احتياجا للسكن كانت مبادرة فريدة من نوعها. وضع المدير العام المؤسسات الأخرى أن تحذو نفس الحذو من العمل الاجتماعي ومن أجل تنمية مستدامة. هذا ويعد بنك شرق إفريقيا مؤسسة مالية تعمل في سوق جيبوتي وتسهم في جميع أنواع القضايا الاجتماعية. هذا وقدم المدير العام للبنك إبراهيم رشيد جعفر شكره لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي على مبادرته النبيلة التي تساعد الأسر البسيطة لتمكنهم الحصول على حالة معيشية رفيعة وأيضا سكن لائق. نظمت رابطة العلماء جيبوتي اليوم الأربعاء ندوة تهدف إلى ترقية وإنجاح طرق الدعوة إلى الله لصالح العلماء، وذلك في مجمع الوزاري. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس الرابطة الشيخ عبد الرحمن محمد علي ونائبي الشيخ الشافعي، إضافة إلى أعضاء رابطة العلماء جيبوتي. وتهدف هذه الندوة إلى بحث السبل الكفيلة لتعزيز دور العلماء والدعاء في جيبوتي العاصمة والمناطق الداخلية، وفي سبيل الدعوة إلى الله وتوعية الناس حول القضايا الدينية ومحاربة الفساد في كافة أشكاله.
كما تطرق العلماء في هذه الندوة العبادة الجماعية التي تقوم بها الجنود البوذيين في ميانمار ضد الأقلية المسلمة روهينجا، حيث أدانوا بشدة هذه الانتهاكات. الجائزة الثمينة الغالية التي أعطيت له من قبل نجاحه في تطبيق نظام الشريعة الإسلامية المالي وخاصة التمويل الإسلامي. كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري بتعاونه مع الرابطة. نظمت وزارة الزراعة والمياه والثروة بتعاون مع تعاونية الجيبوتية لحماية الحيوان الصيدية في مجال البيطري ورشة عملا مكرسا في مجال تطوير الطب البيطري، وشارك في هذه المناسبة عدد غفير من البيطريين الجيبوتيين العاملين في المدينة والمناطق الداخلية، إضافة إلى الخبراء الذين قاموا بتنشيط هذه الدورة. وتقوم وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية بتثقيف السكان المحليين حول كيفية الوقاية هذه إذن المخلوقات الحية من الأوبئة المواشي، وجمعت الورشة ممثلي من وزارة الزراعة وتعاونية الجيبوتية الصينية في مجال البيطري. وخلال هذه الدورة استعرض كيفية تعزيز الثروة السمكية في إطار إعداد تدابير لتحسين حياة الرعاة وأيضا المخلوقات المائية. لحظات مشاهدينا الأكارم، ونقف مع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لعاصمة جيبوتي وضوحها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أهلا بكم مجددا. في إطار برنامج ترقية وحماية حقوق الإنسان والطفل، نظمت لجنة الإدارة المجتمعية في حي 9 حفلا مكرسا لطواية الأهالي حول حقوق الطفل، وذلك في مركز التنمية المجتمعية في هذا الحي. ونظم هذا الحفل بتعاون وثيق مع الاتحاد الوطني للنساء جيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وذلك في مسعى لتوعية المجتمع حول عدة مسائل متعلقة بالطفل كحقوق الأطفال وحقهم في الحصول على بطاقة الهوية والتخلي الكامل عن ممارسة الختان الأنثوي. وشارك في هذا الحفل الذي يهدف إلى توعية الأهالي هذا الحي حول حقوق الأطفال عدد كبير من النسوة والشباب القاطنين في هذا الحي. وتم خلال هذا الحفل توعية جميع المشاركين ضرورة احترام حقوق الأطفال وتقديم المعلومات اللازمة لأولياء الأمور حول الأهمية تعليم الأطفال فيما يتعلق بجميع المناهج الدينية. وفي مداخلة لمسؤولي لجنة الإدارة المجتمعية عربوا عن شكرهم لجميع من ساهم في تنظيم هذه الحملة. افتتحت الثانوية العامة في إقليم دخل أبوابها بعد العطلة الصيفية التي استغرقت 3 شهور، وقامت السلطات المحلية في هذه المنطقة بزيارة إلى مختلف المدارس للوقوف على حساسات بداية العام الدراسي. وتفقد والي إقليم دخل ورئيس مجلس الإقليمي لهذه المنطقة وممثلي وزارة التربية الوطنية. ويقدر عدد الطلاب الذين توجهوا إلى قاعات الدراسة حوالي 2017 و 2018 150,000 في التراب الوطني. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرحوم عبد يحيى الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إثر صراع طويل مع المرض. وكان المرحوم من مواليد 1955 في تجرة، وشغل المرحوم في هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني كصحفي ومذيع ومقدم نشرات الإخبارية، حيث التحق بالإذاعة عام 1983 وبدأ مهنته كمذيع ربط في القسم العربي قبل أن أصبح مذيعا في التلفزيون. هذا وترك المرحوم وراءه 8 أولاد، من بينهم الزميلة مقدمة النشرة الإخبارية اللغة العربية حسنة عبدو يحيى. هذا ويبعث منتسبي الإذاعة والتلفزيون أحر التعازي وخالص المواساة لأهله وأقربائه وأصدقائه الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتقمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والصلوان. وإلى الساحة الدولية، أدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة في إفريقيا الوسطى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في وسط وشرق البلاد حسب مكتب الأمم المتحدة. وأدى الاقتتال أيضا إلى تشريد آلاف السكان هربا من أعمال العنف، في حين أفادت مصادر في الوكالة الإغاثية إلى مقتل 6 أشخاص آخرين في شمال غرب البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء مقتل 25 شخصا على الأقل في صدامات عرقية بين جماعات مسلحة في إفريقيا الوسطى، فيما أدى القتال لتشريد الآلاف السكان في المناطق التي يضربها العنف. وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين في مدينة بريا في وسط البلاد إثر اندلاع القتال بين فصائل متنافسة للجماعات المسلحة، حسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الأسبوع الذي تلقته الوكالة فرانس برنس نسخة منه. وفي شرق هذا البلاد الإفريقي قتل 15 شخصا وتم إحراق نحو 8 منازل في مواجهات عنيفة بين جماعاتهم في قرية يكابي حسب ما أفاده مكتب الأمم المتحدة. تظاهر 10,000 الفرنسيين في باريس وكبرى المدن الفرنسية احتجاجا على تعديل قانون العمل الذي يتمسك به رئيس إيمانويل ماكرون رغم معارضة النقابات العمالية وجزء من الطبقة السياسية. وحسب الحكومة الفرنسية فإن 223,000 شخص
شاركوا في هذه المظاهرات ولبى العشرات الآلاف الفرنسيين نداء النقابة الكونفدرالية العامة للعمل CGT للتظاهر ضد تعديل قانون العمل الذي يدفع باتجاه الرئيس إيمانويل ماكرون، مصرا على عدم تقديم أي تنازل بشأنه رغم تحرك شعبي أول اعتبره المعارضون قويا جدا. وبحسب النقابة فقد بلغ عدد المتظاهرين في باريس 60,000، فيما أعلنت الحكومة أنهم كانوا نحو 230,000 متظاهر. بهذا النبع أعزائي المشاهدين نأتي وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.